بسنده عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اخذ بحلقة باب الكعبة ثم اقبل بوجهه على الناس فقال: ايها الناس، ان من اشراط الساعة اماتة الصلاة واتباع الشهوات، وتكون امراء خونة ووزراء فسقة. فوثب سلمان الفارسي رضي الله عنه من فظاعة ما يلقي النبي صلى الله عليه وسلم، وثب فقال: بأبي انت وامي يا رسول الله، ان هذا ليكون؟ قال: نعم يا سلمان، وعندها يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا. قال: يا رسول الله، ان هذا ليكون؟ قال: نعم يا سلمان، وعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى ولا يستطيع ان يغيره. اصبحنا في زمان نرى المنكر جاثما والمعاصي قائمة، ولا يستطيع احد منا ان ينبس ببنت شفا. عندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى ولا يستطيع ان يغيره. قال: او يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم يا سلمان، ويؤتمن الخائن، ويخون الامين، ويصدق الكاذب، ويكذب الصادق. قال: او يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم يا سلمان، ان اولى الناس قوم المؤمن بينهم يمشي بالمخافة، ان تكلم اكلوه، وان سكت مات بغيظه. يا سلمان، ما قدست امة لا ينتقم من قويها لضعيفها. قال: او يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم يا سلمان، وعندها يكون المطر قيضا والولد غيظا، وتفيض اللئام فيضا، وتغيض الكرام غيظا. قال: او يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم يا سلمان، وعندها يعظم رب المال، ويباع الدين بالدنيا، وتلتمس الدنيا بعمل الآخرة، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وتركب ذوات الفروج السروج، فعليهم من أمتي لعنة الله. يا سلمان، عندها يعظم رب المال، يعظم الغني لغناه، ومن احترم غنيا لغناه ذهب ثلثا دينه. يباع الدين بالدنيا، تلتمس الدنيا بعمل الآخرة، اكتفى الرجال بالرجال، اعمال قوم لوط، اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وتركب ذوات الفروج السروج، المرأة تركب وتقود المراكب، فعليهم من امتي لعنة الله. يا سلمان، عندها يلي امتي ان يحكم امتي قوم جثثهم جثث الناس، وقلوبهم قلوب الشياطين، ان تكلموا قتلوهم، وان سكتوا استباحوهم، لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا. الا ساء ما يزرون، وتوطأ حرمتهم، ويحار في حكمهم. وعندها يا سلمان، عندها تكون امارة النساء، ومشاورة الاماء، ونفوذ الصبيان على الناس، وتكسر الشرط، وتتحلى ذكور امتي بالذهب، يتحلى الرجال بالذهب، ويتهاون بالزنا، تتحلى ذكور امتي بالذهب، ويتهاون بالزنا، وتظهر القينات المغنيات،
ويتغنى بكتاب الله وتتكلم الرويبضة. قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال يتكلم في أمر العامة من لم يتكلم قبل، أي من ليس له شأن ولا وجاهة، يتكلم في أمر الناس ويحكم فيهم. يا سلمان، وعندها تزخرف المساجد كما تزخرف الكنائس والبيع، وتحل المصاحف بالذهب، وتطول المنابر، وتكسر الصفاف، والقلوب متباغضة، والألسنة مختلفة، ونوالهم العفا، من أعطي شكر ومن منع كفر. عندها يا سلمان يأتي سبايا من المشرق والمغرب، تكون من أمتي، فويل للضعفاء منهم وويل لهم من الله، إن تكلموا قتلوا وإن سكتوا قتلوا. موت على طاعة الله خير من حياة على معصية الله. قال أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم يا سلمان. وعندها تشارك المرأة زوجها في أمره، عندها تشارك المرأة زوجها في أمره، ويعق الرجل والده ويضر صديقه، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، علماؤهم شر من الجيفة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، علماؤهم شر من الجيفة. قال أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم يا سلمان. وعندها تكون عبادتهم فيما بينهم التلاوة لها ولا يدرون ما فيها، يسمون في ملكوت السماوات والأرض الأنجاس الأرجاس. قال أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم يا سلمان. وعندها يتخذ كتاب الله مزاميرا، وينبذ كتاب الله وراء ظهورهم، يعطلون الحدود ويميتون سنتي ويحيون البدع، ولا يقام يومئذ بنصر الله، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. وعندها يا سلمان يغار على الغلام كما يغار على الجارية، أي يخاف على الصبي كما يخاف على البنت. إن عندها يا سلمان يغار على الغلام كما يغار على الجارية، ويخطب كما تخطب النساء، ويهيأ كما تهيأ المرأة. وعندها يا سلمان تتقارب الأسواق. قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وما تقارب الأسواق؟ قال كل يقول لا أبيع ولا أشتري ولا رازق غير الله. يا سلمان عندها يليهم الجبابرة ويمنعون حقوقهم ويملؤون قلوبهم رعبا، فلا ترى إلا خائفا مرعوبا. يا سلمان عندها يرفع الحج فلا حج، يحج كبار الناس للهوى للنزهة ولتغيير الجو، وأوساط الناس للتجارة، وفقراء الناس للرياء والسمعة. قال أو يكون ذلك؟ قال نعم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.